جودة خدماتنا من بين أهم أهدافنا، والمساعدة على ذلك عندكم اليوم إمكانية تقييم وتنقيد تجربتكم في جميع وكالاتنا. غير بكليك سكاني الرمز الموجود في الوكالة، دخل مباشرة للموقع الرسمي للمجموعة، جاوب كل سرية على أسئلة تهم جودة الاستقبال والمعاملة التجارية. أجوبتكم وآرائكم تتوصلنا في الحين وتتساعدنا لتحسين جودة خدماتنا والرقي بها. مجموعة العمران، خدمتكم أولويتنا. السادة والسادات المسؤولين والمتقدمين من مجموعة العمران، سيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، أيها الحضور الكريم، عندنا إكزاكتومون 449 مشروع على التراب الوطني، وهذه المشاريع هادو كتضمن ما يزيد على 26,000 منتوج اللي هو معروض بالشباك المفتوح. من الاتصال الأول تلتسليم مرورا بجميع المراحل ديال مثل ديال عمليه الاقتناء، كان الاستقبال، التعامل ديال المستشار التجاري معاه. اليوم هو واحد الحدث تيشهد واحد الحدث مهم في التاريخ ديال مجموعه العمران. هذا الحدث تجلى في الانطلاق الرسمي للاشتغال بواحد المنصه رقميه جديده اللي تتنطلق اليوم. هذه المنصه الرقميه اللي هي واحد الجزء يعني من واحد المنظومه رقميه شامله ومتكامله اللي في المستقبل القريب ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تشمل جميع الانشطه ديال مجموعه العمران. اليوم بدينا بهذه المنصه الرقميه اللي تتعلق بالتعامل التجاري ما بين المواطن وما بين مجموعه العمران. هذه المنصه الرقميه غادي تخول ان شاء الله المواطنين انهم يستافدوا من مجموعه من الخدمات الجديده، على راس هذه الخدمات يعني الولوج بطريقه شفافه وبطريقه سهله جميع المنتوجات ديال العمران المعروضه للبيع على الشباك المفتوح. من تنقولوا جميع المعلومات اللي تتعلق بالموقع، تتعلق بالشكل، النوعيه ديال المنتوج، واش محل تجاري، واش محل يعني سكن او بقعه ارضيه. من تنتكلموا على جميع المعلومات فكل ما يتعلق بمساحه الموقع وكذلك الثمن يعني بطريقه شفافه، وغيكون من بريزونطاسيون جو لوكاليزي ديال هاد المعلومات. فبالتالي ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نكونوا غادي نحسنوا من الشفافيه ديال التعامل مع المواطنين، وهذه الخدمه هذه غادي يستفيدوا منها اكثر يعني مغاربه العالم، لانه هذه الخدمه يعني غادي تعوض انهم يكونوا ما يبقاو شيء يعني مفروض عليهم او لا ملزمين انهم يتنقلوا الوكالة من وكاله العمران او للعين مكان. جميع المعلومات غادي تنقل عندهم للحاسوب ديالهم او للهاتف الذكي ديالهم. وانتم تتعرفوا الاهتمام اللي تيقول ليه صاحب الجلاله نصره الله لمغاربه العالم. الخدمه الثانيه هي كل ما يتعلق بتدبير الشكايات. فابتداء من اليوم ان شاء الله اي مواطن عنده شي شكايه غيوجهها لمجموعه العمران يمكن له انه يوضعها في المنصه الرقميه، وغادي يتوصل بواحد الاس ام اس في الحين مع واحد الرقم ديال الشكايه، يمكن له يتبع هذيك الشكايه ديالو في ديك المنصه الرقميه حتى الاخير يعني لو تريتمون ديفينيتيف ديال هذيك الشكايه. والخدمه الثالثه وهي لا تقل اهميه على الخدمات الاولى هي يعني داك لو برينسيپ ديال لو كليون ميستير، ف واللي تيتعلق بتقييم التجربه ديال المواطنين في تجربتهم مع مجموعه العمران، حيث انه اي مواطن مشى لواحد الوكاله مثلا ديال مجموعه العمران مجرد انه تيكون خارج تيدخل للموقع لهذه المنصه الرقميه وبواحد الطريقه سريه تمكن له انه يجاوب على عشرات ديال الاسئله عبر المنصه. كل ما يتعلق بحسن الاستقبال، كل ما يتعلق بجوده المعلومات اللي توصل بها، ربما حتى نظافه الموقع الى اخره. هذه المعلومات ملي تيطلعوا مجموعه العمران تيكون يعني واحد التقييم ديال الخدمه ديال مجموعه العمران من المنظور ديال المواطن ماشي من المنظور ديال مجموعه العمران. وبهذه الطريقه هذه تيمكن لنا ان شاء الله الرحمن الرحيم اننا نستغلوا هذه المعلومات وبالتالي نحسنوا بشكل مستمر من الخدمات اللي تقدموها للمواطنين. وكذلك كاين هناك خدمات اخرى ان شاء الله جديده اللي غادي تعرض لاول مره في المغرب واللي غادي نفسروها لكم ان شاء الله في الندوه الصحفيه. وشكرا.